جماعة تغميسة المشاوي اللي كنت أصلحها معاكم كل مرة أصلح باربيكيو أو أنزلها لكم. مصورتها من زمان ما عاد عدت تصويرها، صرت أصلحها على السريع. الحين قلت خلني أصورها من جديد وأعيد تصويرها وأسويها معاكم. ألا التغميسة للمشاوي، للكباب، للدجاج، للشيش طاووق، لأي يعني أي مشاوي تقدرين تستخدمينها وتقدرين تسوينها وتاكلينها وتقدرين تحضرينها قبل بوقت. مرة لذيذة. هذه مكوناتها اللي انتم شايفينها قدامكم بالإضافة إلى زيت الزيتون. تعالوا نحضرها مع بعض. راح نحط هنا كمية وفيرة وحلوة من زيت الزيتون، لازم تكون الكمية وفيرة. هنا بنات راح نضيف البصل والفلفل البارد، نبغاهم بس يتبلون ما يتغير لونهم. ما راح أضيف عليه ملح، فلفل أسود وأوريجانو. زي ما قلت لكم هذي بس يذبل ما يتغير لونه. هذا هو بنات مع الزيت، زي ما قلت لكم كمية وفيرة من الزيت، زيتون لأنه يعطي نكهة مرة حلوة. أحطه في صحن وأخليه يبرد تماما. خلينا نجهز الخلطة على ما هو يبرد. خلينا نحضر الخلطة مع بعض. بحط حول النص كوب اللي هو ما يقارب الملعقتين كذا مليانات زبادي، نضيف عليه ما يقارب ملعقة هردة، ملعقة كذا كبيرة مليانة. هذا عصير نص ليمونة بس أنا بحط نصها يعني ربع ليمونة. نضيف برضو ملعقة دبس رمان. هنا عندي رشة ملح ورشة كمون، وهذه رشة الكمون. بخلط هذه المكونات كلها مع بعض لين تمتزج. وذوقي، حسيتيها مالحة مش مالحة، بس لا تضيفين ملح الحين لين تحطين الخلطة اللي جهزناها. وهذه الخلطة اللي جهزناها اللي هي الزيت مع البصل والفلفل والنكهة الخرافية. طبعا تبون فلفل أحمر تبون فلفل أخضر براحتكم، تبين تضيفين لها فص ثوم هم براحتك، يعطيها نكهة حلوة الثوم بعد. وبس والله بالعافية. بس والله يا جماعة هذه راح أحطها في الطبق اللي راح أستخدمه بعدين مع المشاوي. هذا التغميسة ممكن تجربونها في حياتكم. بعدين إذا سوينا الدجاج وكل شيء صورته. وهذه ألذ تغميسة مشاوي ممكن تجربونها في حياتكم. ها شلون؟ شوفوا ما شاء الله تبارك الله. ها شلون؟ حلو والله، مرة لذيذ، رهيبة التغميسة، اعتمدوها بالعافية. طبعا مجهزين السلطة ومجهزين كل شيء، بس بكم تشوفون الدجاج كذا مع التغميسة اليمي. وعيشوا ألذ شيء تاكلونه في حياتكم.